تجارب قوية جدا للمنتخب الأولمبي في الفترة اللي جاية الحقيقة، ويمكن اللي يشوف اللعيبة الواعدين دول الشباب دول الحقيقة يعني لا اللعيبة دي كبار يليق بيهم فعلا التواجد في المنتخب الأول. وانت كنت مدير فني قبل كده للمنتخب الأولمبي في لندن. صحيح صحيح. وانا عايزاك تقول لي ايه الصعوبات اللي بتقابل النهارده كابتن شوقي مع اللعيبه في الفتره اللي جايه؟ اكيد صعوبات مختلفه عن التوقيت اللي انت كنت فيه. يعني كان طبعا توقيتي فيه بعض الصعوبات المختلفه، زي انت بتقولي يمكن لسه ناصر ماهر بيقول التجمع يعني اول تجمع بعد سنه، ده دي فتره طويله جدا جدا. انت عارفه كان اولمبياد طوكيو كان المفروض السنه دي لكن اتاجلت عشان جائحه كورونا. ولكن زي ما انت قلتي يعني انا شايف ان المنتخب الاولمبي يعني عنده عناصر في جميع الخطوط، عناصر مهمه جدا، عناصر فعلا بتطمننا على مستقبل مصر بشكل كبير، يعتمد عليها في المنتخب. وان شاء الله انا كمان شايف، والنقطه دي اتكلمت امبارح فيها، ان الكابتن شوقي غريب والجهاز المعاون كله بيشتغلوا بنوع من انواع الهدوء التام، بيشتغلوا بتركيز كويس قوي، عندهم مهمه، ومهمه مش سهله، مهمه صعبه، اللعب مع المنتخبات وخاصه في المحافل الكبيره زي الاولمبياد بيكون امر صعب جدا، لكن شرف للاعيب انه يلعب الاولمبياد. فكل التوفيق طبعا لمنتخبنا ان شاء الله، منتخب كابتن شوقي غريب وجهازه، وان شاء الله يعني متفائلين ان شاء الله باذن الله. وانا متفائله وان شاء الله يحققوا ميداليه اولمبيه ان شاء الله في السنه الجايه باذن الله.